صباح الخير الاخوان الاخوات. شعلت الرجوله، ما عرفتش شفتوا هذاك الفيديو ولا ما شفتوش، ديال واحد الموسخه دايره واحد الفيديو في الطواليت، حاشاكم تتبرز ومصوره راسها. الوقاحه روتيني اليومي فين وصلت، وتشجيع حتى فيهن فين وصل. وصل انه بنادم ولا كيصور، حاشاكم بنادم يتبرز في الطواليت وكيتصور راسه باش يجيب لي في. اش من قيم كنعطيو لهاد المجتمع؟ اش من صوره كنعكسوا لهاد البلاد؟ هاد الشباب اللي جاي ما عرفت اش نقول، والله ما عرفت. هاد الشباب اللي جاي المؤثرين اللي كيأثروا فيه، انا بعدا راه ما بقيتش مؤثر، راه من شحال هادي قلتها لكم. اش كان اشنا هما القيم اللي كنزرعوا فيه؟ دابا برهوش نمشي ندير تانا بابا انستغرام، بغيت ندير يوتيوب حيت فيه الفلوس. دابا حنا على ود الفلوس، ما بقات قيم، ما بقات احترام، ما بقى كلشي على الفلوس. وراجل بيع مرتو، خو بيع بنتو، اختو، اش هاد البساله؟ راه خاص واحد التدخل عاجل اللي راه هاد الميكروبات، هادو ميكروبات، حاشا واش يكونوا ناس، هادو ميكروبات. انا هادشي عيق، فات لي بورد، فات الحدود. واه بنادم تيصور راسو في الطواليت، اش هاد البساله هادي؟ اش هاد الخنس؟ وما يجي شي واحد يقول لي ما تفرجها، راه هادشي تيتلزم عليك تفرجها، تيخرج ليك هاد الخنس، تيخرج ليك. هاد الناس راه خصهم يمشيو يتعالجوا من صحه نفسيه، عوض انه تعطاهم ميكروفون ويهضروا.